أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، النهاردة هنشرح درس نحو بعنوان إعراب الأفعال الخمسة. مهم أوي أعرف الأول في البداية سلاسفتة إن أنا تعريف الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ لما أقول الأفعال الخمسة هي إيه يا سلاسفتة؟ قال لي هي كل فعل مضارع، هي كل فعل مضارع إذا لازم تكون فعل إيه؟ مضارع. عشان أقول ده فعل من الأفعال الخمسة لازم الشرط الأول يكون فعل مضارع. طيب هي كل فعل مضارع، أي مضارع؟ لا، هي كل فعل مضارع اتصلت به، تمام كده؟ اتصل بإيه؟ واو الجماعة. أو ياء المخاطبة. أو ألف الإثنين، تمام كده؟ إذن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الإثنين. طب اديني مثال كده يا مستر صلاح، لما نقول مثلا حضر أو المعلمون كده يشرحون الدرس، لما اقول انت تشرحين الدرس، لما اقول مثلا الطالبان يذاكران الدرس. تعال بص كده على افعال المضارع اللي عندي، انا عندي يشرحون، عندي تشرحين، عندي مذاكرة. لو انا بس كده سلاسفتة ماشي وعايز اعرف هنا الفعل المضارع اللي قدامي ده، قول المعلمون ده مرفوع مترفعي الواو لانه جمع مذكر سالم، يشرحون. اوعى هنا تقول لي فعل مضارع مرفوع بالواو، خطا. الواو علامه رفع مين؟ ها، جمع المذكر السالم، تمام كده؟ الواو علامه رفع اسم، تمام؟ ان جمع المذكر السالم يبقى ايه؟ اسم. لكن هنا يشرحون ده فعل، ما ينفعش اقول فعل مضارع مرفوع بترفعه الواو، خطا، لان انا ده فعل. امال اعرابه يبقى ايه؟ هنعرف دلوقتي الفعل ده يشرحون، تمام كده؟ ده فعل مضارع متصل بمين؟ واو الجماعه. واو الايه؟ واو الجماعه، تمام كده؟ يبقى اقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. اذا هنا علامة الرفع بتاع الفعل المضارع هنا ايه؟ ثبوت النون. طيب ما هو الجماعة دي تعرف ايه؟ أقول ضمير مبني في محل رفع فعل. طيب ما الفرق بين هذه الواو المعلمون وواو يشرحون؟ أقول لك أنا الفرق يا سلام. الواو اللي في المعلمون في الاسم الجمع المذكر السالم علامة رفع، علامة ايه؟ رفع، تمام؟ أما الواو اللي في الفعل المضارع اللي في الأفعال الخمسة، تمام؟ دي هتبقى اسمها واو الجماعه، هي الفاعل بتاع الفعل، هي الايه؟ الفاعل، تمام كده؟ طب انت تشرحين الدرس، تمام كده؟ شايفين كده تشرحين متصل به الياء ايه؟ هذه الياء هي اسمها ياء المخاطبه، تيجي مع الضمير مين؟ انت، مع الضمير مين؟ انت. فهنا هتخلي الفعل بتاعي افعال الخمسه، فاقول فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت الايه؟ ثبوت النون. طيب وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع مين؟ الفاعل، تمام كده؟ طيب الطالبان مذاكران الدرس، الطالبان مذاكران الدرس، مذاكران هنلاقي الفعل ده مضارع بس متصل بمين؟ ألف الاثنين، تمام كده؟ وهنا برضه يا أستاذ ست عايز أفرق ما بين الطالبان الألف ديت والمذاكران الألف ديت. الألف اللي في المثنى لما يكون اسم زي ما أنتم شايفينه كده تبقى علامة رفع مين؟ المثنى. يعني انا طالبان مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. طب يذاكران، ها يذاكران اقول فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون لانه فعل من افعال خمسه، وهذه الالف تبقى ايه؟ ضمير مبني في محل رفع مين؟ الفعل. اذا استنتج حاجه مهمه جدا، ان فاعل الافعال الخمسه موجود جواه اما واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. يبقى لما اقول
اتصلت به واو الجماعه وبياء المخاطبه والف لساني هم دول هيبقوا مين؟ الفاعل بتاع مين؟ الافعال الخمسه اللي عندي سنه سنه. طيب مهم جدا اعرف ما هي تمام علامه اعراب مين؟ علامه اعراب علامات اعراب الافعال الخمسه. ايه علامات اعراب الافعال الخمسه؟ تمام؟ تعال نبص كده مع بعض. الافعال الخمسه تعرف اول حاجه ترفع. طيب علامه رفعها ايه؟ بصوا كده ثبوت النون. تمام؟ تنصب وعلامه النصب بتاعتها ايه؟ حذف النون. تجزم وعلامة الجزم هيبقى ايه؟ برضه حذف النون. تعال ندي مثال كده على كل واحدة. لما أقول لسه كنت مدي مثال دلوقتي، قلت المعلمون يشرحون الدرس، قلت مثلا الفلاحون يزرعون الحقل. قلت له خط تحت يزرعون كده، أعرابه أقول إيه؟ أه ينفع أقول فعل مضارع مرفوع لما ترفع الواو خطأ. لأن هنا قلنا الواو علامة جمع مين؟ علامة رفع مين؟ جمع مذكر السالم. يعني ينفع أقول الفلاحون مبتدا مرفوع مترفع الواو لانه جمع مذكر سالم. طب يزرعون ده فعل، ها ما تسرعش يا استاذ اسد، ده فعل مش اسم. اه انا خدت لسه قاعده بتقول دلوقتي ان ده يبقى فعل من افعال الايه؟ الخمسه. ايه اللي عرفك يا مستر صلاح؟ اقول لك لانه فعل مضارع اهو يزرع متصل بمين؟ واو الجماعه. يبقى الفعل ده هو الفعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون، واو الجماعه ضمير مبني في محل رفع مين؟ الفعل. زي ما احنا بنقول الفعل بتاع الافعال الخمسه جواه. طيب تنصب امتى الافعال الخمسه؟ اذا صبغ خد ناصب من قبلها ان او لن او كان او حتى او لم. يعني لما اقول مثلا كده ايه؟ يجب ان تعملوا جاهلين مثلا. هنا بقى استناني كده اه ان ديت اوعى تقول لي من اخوات ان اللي هنا ساكنه اهي ان وجاي بعدها فعل والفعل في اول جماعه صح سنه سته؟ اه تمام. يبقى الفعل ده ايه؟ فعل مضارع منصوب. ليه قلت منصوب يا مستر صلاح؟ قبله ان. طيب هنا هيبقى منصوب بالفتحه؟ لا. اذا اتصلت بيه اول جماعه يبقى فعل من الافعال الخمسه، يبقى الفعل ده منصوب بعلامه نصب حذف النون، حذف ايه النون؟ لانه فعل من افعال الايه الخمسه. تمام كده؟ الجزم تجزم امتى الافعال الخمسه؟ اذا سبقت بايه؟ باداه جزم. تمام كده؟ لو اقول مثلا المصريون لم يهملوا العمل. هنا يهمل ده فعل مضارع متصل به الجماعه. تمام جميل جدا. طيب في الحاله ده الفعل ده من افعال خمسه. طب قبل اداه ايه؟ جزم. انا عارف القاعده بتقول تجزم الافعال الخمسه وعلامه جزمها ها حذف النون. قلت هنا فعل مضارع مجزوم علامه جزمه وعلامه جزمه حذف النون وهو الجماعه ضمير مبني في محل رفع مين؟ الفعل. يبقى اعراب الافعال الخمسه ترفع وعلامه رفعها ثبوت النون وتنصب وتجزم وعلامه النصب او الجزم حذف النون. طبعا العلامات اللي عندك على السبوره دي ثبوت النون وحذف النون تمام؟ دي بتسميها علامات فرعيه. علامات فرعيه، طب ايه علامات اعراب الفعل الاصليه؟ ركز مع بعض كده. علامات اعراب الفعل الاصليه علامات اعراب الفعل ماشي الاصليه ايه هي؟ الضمه ها الفتحه السكون. دي علامات ايه يا استاذ اسامه؟ اصليه. طب فعل مضارع مرفوع عامل رفع الضمه، فعل مضارع منصوب عامل تصديق فتحه، فعل مضارع منصوب عامل جزم السكون. اذا ضمه فتحه سكون ده علامات اصليه. طب ايه علامات اعراب الفعل الفرعيه؟ اللي هي ثبوت النون وحذف النون. اذا الافعال الخمسه علامات اعرابها سنه سته اصليه ولا فرعيه؟ سامع حد شاطر يقول لي ايه؟ ها فرعيه يا مستر. ليه؟ لانها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون وثبوت النون وحذف النون. هذه علامات اعراب فرعيه. تمام؟ لمين؟ للافعال الايه؟ الخمسه. تمام كده؟ طيب يجيني سؤال مهم جدا يا سنه سته. تمام؟ بيقول لي اجعل سؤال مهم جدا اجعل الفعل مثلا ماشي يكتب بيقول لي كده واحد مرفوع بعلامه فرعيه
تمام كده؟ مرفوع بعلامة ايه؟ فرعية. اتنين منصوب بعلامة أصلية. تمام كده؟ ثلاثة مجزوم بعلامة فرعية. ركز مع بعض عشان أسألك كده. هنا بيقول لي الفعل مرفوع بعلامة فرعية، أول ما أسمع الفعل ده مرفوع بعلامة فرعية، إيه علامة الرفع الفرعية؟ أقول له كده علامة الرفع الفرعية هي ثبوت النون. ثبوت الإيه؟ النون. أهي كتبتها. تمام كده؟ يبقى الفعل ده عشان أكلمه مرفوع بعلامة فرعية لازم أعرف إيه علامة الرفع الفرعية. أقول له ثبوت النون. في جملة بقى أقول إيه؟ الطالبان أهو يكتبان الدرس. برافو. سامع ولد تاني يقول ايه؟ الطلاب يكتبون الدرس. برافو صح برضه. تمام كده؟ شوف يكتبان وليه؟ فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون. لسه واخد دلوقتي هناك ان ثبوت النون علامه ايه؟ فرعيه، علامه رفع فرعيه. برافو يا استاذ. طيب خش على المثال التاني. بيقول لي خليه منصوب بعلامه اصليه. قال له اه علامه نصب الفعل المضارع الاصليه لما بص كده اقول له الفتحه. برافو. تمام كده؟ الايه؟ الفتحه. طب قول مثلا ايه؟ يجب ان يكتب الطالب الدرس. اهو بص انا عملت ايه؟ يجب فعل مضارع مرفوع عليه ان اداه نصب اهي يكتب فعل مضارع منصوب علامه نصب الفتحه. الفتحه علامه اصليه سنه سته لسه واخدها. تمام؟ يبقى فعلا الفعل ده ماله؟ منصوب علامة نصب الفتحة والفتحة علامة أصلية، يبقى أنا صح كده تمام، مثالي إيه صح. طيب مجزوم بعلامة فرعية. إيه علامة جزم الفعل الفرعية؟ أقول له إيه؟ حذف النون. حذف مين؟ النون، فأقول كده الطلاب لم يكتبوا الدرس. برافو سنة ستة، أنا عملت إيه دلوقتي؟ عرفت ان علامه الجزم الفرعيه دي بقى ايه؟ حذف النون. تمام كده؟ فقلت ايه؟ الطلاب جبت هنا ايه؟ لم يجزم يكتبوا مش يكتبون، لان هنا هتبقى ايه؟ فعل مضارع منزوم عن الجزميه حذف ايه؟ حذف النون. والدرس ايه؟ مفعول به وصلت بفتح الفتحه. يبقى انا كده اجابتي ايه؟ وقلت على سؤال اجابه صحيحه. يبقى افتكر تاني مثلا سنه سته علامات اعراب الفعل الاصليه ضمه فتحه سكون ضمه فتحه سكون. الضمة في حالة الرفع. تمام؟ الفعل اللي هو الايه صحيح اخر بصيغة المفرد. الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، السكون في حالة الجزم. أما علامات إعراب الفعل المضارع الفرعية لا يعني معناها كده هيبقى من أفعال الخمسة. فتبقى في حالة الرفع تبقى ثبوت النون، وفي حالة النصب والجزم حذف النون. تمام؟ كده سنة ستة نكون انتهينا من شرح درس إعراب الأفعال الخمسة.